أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تنظيم ملتقيات دعوية يوميا خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع وزارة التموين لتوزيع السلع التموينية على المواطنين الأولى بالرعاية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بقيادات الدعوة بالمحافظة بمناسبة العيد المأوي للعيد القومي للمحافظة والاستعدادات لشهر رمضان المبارك. الاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى وتكثيف العمل الدعوي استعدادا للملتقيات الرمضانية، تأكيدات وزير الأوقاف خلال لقائه قيادات الدعوة بمحافظة الجيزة بمناسبة العيد القومي للمحافظة في حضور المحافظ الذي أكد على التعاون بين المحافظة ووزارة الأوقاف في العديد من المجالات التي تمس المجتمع. إننا نبدأ من الآن استعداداتنا في أعمال البر، رمضان شهر البر، شهر التكافل، شهر الرحمة. سيتم إن شاء الله التعاقد مع وزارة التموين على 500 طن سلع غذائية يتم توزيعها على 100,000 أسرة قبل أو قبيل بداية الشهر الفضيل بإذن الله تعالى. الأوقاف لها دور دعوي ودور يعني اجتماعي، فبتقوم بكلا الدورين في وقت واحد، واحنا بنشكر السيد الوزير فعلا دكتور محمد مختار جمعة على توجيهاته في هذا الشأن. إن شاء الله بإذن الله نتمنى إن كل المساجد تقوم بدورها في شهر رمضان ويتوصل رسالة الدين الإسلامي الوسطي الحنيف لجموع المواطنين. وبخطبة جاءت تؤكد على معجزة الإسراء والمعراج ودلالة عظمتها للاهتداء بها في الدنيا، وكذلك التحذير من المساس بأموال اليتامى، وزير الأوقاف مؤكدا على ما سبق من مسجد المغفرة بالجيزة. أموال اليتامى أو مال اليتيم ليس فقط ما ورثه اليتيم عن أبيه، لكن أهم وما يجب أن نتنبه له إن أي مال جمع بأي طريق ما لحساب اليتيم سواء من جمعية أو من غيرها يجب أن يصل إلى اليتيم كاملا غير منقوص، وهذا حق اليتيم. فالتقصير في إنفاقه على اليتيم أو حبسه عن اليتيم أو صرف ما جمع للأيتام في غير مصالح الأيتام أو في غير ما خص سله يدخل تحت قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذا كان المولى سبحانه وتعالى قد حرم اليتيم من نعمة وجود أبيه، فعلى الأهل من المسلمين المحيطين به والمصريون جميعا أن يعوضه هذا الحرمان. نشر تعاليم الدين الوسطي الحنيف والفكر الوسطي المستنير هو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف خلال الفترة الحالية والقادمة. بين لقاء مع قيادات الدعوة بمقر ديوان محافظة الجيزة بمناسبة عيدها القومي للتأكيد على استعدادات المساجد لشهر رمضان مبكرة إلى خطبة الجمعة من مسجد المغفرة، وزير الأوقاف يؤكد على أهمية الاستفادة الكونية من الأسرار العظيمة لرحلة الإسراء والمعراج والتي جاءت تكريما لخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى الوفاء بحق اليتيم في الدنيا. وليد هيكل للتلفزيون المصرية.